الولايات المتحدة الأمريكية كشفت معلومات استخبارية وخطيرة عن تحرك سري وعسكري تقوم به إيران وستقوم به إيران في الشهر القادم مباشرة للدخول في الحرب الروسية الأوكرانية. وهذه جاءت بتفاصيل كشف عنها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي تم في البيت الأبيض يوم أمس. والتفاصيل جاءت وثبتتها طبعا الأسوشيتد بريس لما كشفه طبعا سوليفان، وقال معلوماتنا تشير إلى أن حكومة طهران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى مئات من المسيرات بما فيها مسيرات يمكن تسليحها في وقت قصير. وأضاف كذلك إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام تلك المسيرات هذا الشهر. من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد زودت روسيا بالفعل بأية مسيرات، وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي بها روسيا اهتمامها في مسألة طائرات المسيرة. وعلينا لا نستغرب من أن هذه المعلومات هي قد تكون دقيقة ودقيقة للغاية، لأن روسيا أبدت اهتماما مثيرا بالطائرات المسيرة الإيرانية في عام 2019، وهذا أصبح واضحا من خلال معرض ماكس 2019 الذي تم في روسيا وتم تحديدا في مطار تشيكوفسكي الدولي الموجود طبعا في الداخل الروسي. هذا المطار لكي نتعرف عليه هنا العاصمة الروسية موسكو، وبهذا الاتجاه إلى جنوب شرق موسكو على مسافة 20 كيلومترا يأتي هذا المطار، مطار تشيكوفسكي الدولي الذي كان فيه معرض ماكس 2019 الذي نتحدث عنه. والقسم الإيراني بالطائرات الإيرانية الطائرات المسيرة بشكل خاص كما تلاحظون هو كان حاضرا بهذا الشكل، ووكالة تسنيم الإيرانية قد نقلت في عام 2019 كما تلاحظون بهذا الشكل في 29 أغسطس بتصريحات واضحة جدا من مدير منظمة صناعات الطيران الإيرانية، قال بأن روسيا راغبة جدا وتلاحظ وتراقب وتريد شراء الطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك لسبب مهم للغاية أن إيران متقدمة ومتقدمة للغاية في مسألة الطائرات المسيرة، واحدة من أكثر الدول تقدما في الطائرات المسيرة على المستوى الحربي وحتى على المستوى المدني. وهذه هي في الحقيقة ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بمسألة التسليح الإيراني ودخول الأسلحة الإيرانية إلى الداخل الروسي، فكان هنالك تقريرا مثيرا للغاية وأثار الكثير من الجدل في مايو الماضي من قبل The Guardian البريطانية، التي وضحت بشكل مثير للغاية بأن إيران وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في العراق ترسل الأسلحة الخاصة بها مباشرة إلى روسيا لكي تستخدمها روسيا في الحرب التي تخوضها طبعا في أوكرانيا. والتفاصيل التي كانت خاصة في The Guardian هنا كما تلاحظون من هذه الخارطة الكبيرة، هنا العراق، هنا إيران، هذا هو بحر قزوين، هنا روسيا، وهذه هي أوكرانيا التي تلاحظونها. تحدث The Guardian البريطانية في حينها بأن الفصائل العراقية ترسل عبر منفذ الشلامجة من هذا الاتجاه تقريبا الأسلحة إلى الداخل الإيراني، وهذه الأسلحة هي تضاف مع الأسلحة الإيرانية وترسل عبر بحر قزوين بهذا الشكل وبهذا الاتجاه وإلى الداخل الروسي، وقد لا تعني بالضرورة أن القوات الروسية تستخدمها بنفسها في هذه المعارك في الداخل الأوكراني، قد تعني بشكل أو بآخر بأن القوات الروسية تسلم هذه الأسلحة للانفصاليين الموجودين في إقليم دونباس والذين يقاتلون طبعا في لوغانسك وفي دانييتسك، قد تعني بأن الروس تحركوا بهذا الاتجاه من أجل زيادة الزخم في عملية التسليح. والمثير بهذا الأمر أيضا بعد هذا التقرير الذي صدر من The Guardian البريطانية، فجأة على الفلايت رادار 24 بدأت تظهر من التاريخ الخاص بين إيران وبين موسكو مثلا في أبريل الماضي كما تلاحظون طائرات تابعة للحرس الثورية الإيرانية، نتحدث عن طائرات قشم التابعة لخطوط فارس الإيرانية التي عادة ما تستخدم في شحن الأسلحة الإيرانية، وعادة ما نلاحظها وهي تذهب إلى الداخل السوري إلى مطار دمشق كما تلاحظون. هذه من أبريل الماضي الطائرة طائرة قشم فارس وهي تغادر موسكو، جاءت إلى موسكو مباشرة من إيران وهي تغادر موسكو بهذا الشكل، وهذا هو التسجيل الخاص من الفلايت رادار كما تلاحظون قشم فارس وهي مسجلة بهذا الشكل. كذلك الشهر الماضي شهر يونيو أيضا الفلايت رادار 24 وضحت طائرة أخرى وهي تتوجه من إيران إلى موسكو وعادت بطريقها، وأيضا التسجيل الخاص بها يأتي بقشم فارس كما تلاحظون. وهنالك الكثير من النماذج والأمثلة لهذه الطائرات الحربية وهي تغادر وتذهب، ما الذي تحمله، ما الذي تتحصل عليه، هذا الأمر هو ليس واضحا أبدا بالنسبة بما يتم بين إيران وبين روسيا بكل تأكيد. والمشكلة والمثير أيضا بها هذا الأمر
الأمر أن تقرير الغارديان وكلام سوليفان يأتي بعد أساسا تحركات قد اعترفت بها روسيا وهي متعلقة بالحصول على دعم ليس من إيران. الأمر ليس فقط من إيران إلى روسيا، بل الأمر أيضا كان قادما منذ نهاية مارس الماضي بتقرير كان واضح وقادم من نيويورك تايمز بأن مقاتلين سوريين مختصين في حرب الشوارع قد دخلوا إلى الحرب الأوكرانية واستعانت بهم روسيا من أجل حرب الشوارع بكل تأكيد. وهذا الأمر كان واضحا وأصبح واضحا وطبق على الأرض الأوكرانية بشكل مباشر، ولذلك هنالك استناد كبير جدا من القوات الروسية أو من روسيا من خلال هذه التقارير على السلاح وعلى السوريين وغيرها من التفاصيل التي قد تكون هي غير مكشوفة على المستوى الإعلامي. لكن أيضا في نفس الوقت ومع هذه الأنباء ومع تصريح المستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن طبيعة إيران وتحركها من أجل تزويد الطائرات المسيرة إلى الروس وتدريبهم عليها، كانت هنالك أنباء مثيرة تحدثت عنها مهر نيوز الإيرانية بأن القائد أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون الأسبوع القادم في 19 يوليو موجودا في إيران في طهران تحديدا في قمة سيتواجد فيها الرئيس التركي أيضا رجب طيب أردوغان. تقارب كبير جدا بين الروس وبين الإيرانيين في ظل أن البلدين يتعرضان إلى الكثير من الضغوط والكثير من العقوبات، ولكن هنالك تقاربا كبيرا وهذا قد يفتح فرصة جيدة للإيرانيين للحصول على المنظومة الدفاعية التي طالما سعوا للحصول عليها وهي الأس 400 الروسية. هذه المنظومة طالبت وطالبت بها إيران، بل إن روسيا أساسا في عام 2020 على سبيل المثال السفير الروسي في إيران أبدأ حقيقة عدم ممانعة روسيا في بيع هذه المنظومة إلى إيران، ولكنهم لم يبيعوا هذه المنظومة. الآن الظروف تبدو متوفرة في ظل هذا التقارب والتعاون بين الطرفين في ظل التقارير والتصريحات الاستخبارية الأمريكية بأن قد تحصل فعلا إيران على هذه المنظومات، وهذه المنظومات هي مهمة للغاية. لماذا هذه المنظومة هي مهمة بالنسبة للإيرانيين؟ وذلك لأن المنشآت النووية الخاصة بإيران التي يخصبون فيها اليورانيوم مثل منشأة ناتانز، منشأة فوردو، في منشأة ناتانز هم يخصبون اليورانيوم الآن بنسبة 60%، ومنشأة فوردو دخلت على الخط في الفترة الأخيرة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، على الرغم أن هذه المنشآت هي تحت الأرض ومحصنة، إلا أن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل إمكانيات عالية، وخاصة الولايات المتحدة بشكل خاص إمكانيات تامة لتدمير هذه المنشآت وإنهائها بالتمام والكمال إذا ما اتخذوا قرارا باستخدام طائرات B-52 أو حتى B-2 التي تتمكن من حمل قنبلة يطلق عليها مخترق القبو، يستطيعون تماما من تدمير هذه المنشآت. ما تمتلكه إيران من منظومات الدفاعية للتصدي إلى مثل هذا الهجوم هي منظومة الأس-3 الروسية. هذه المنظومة فعلا هي قادرة على ضرب B-52 إذا بحسب العديد من الخبراء المختصين العسكريين في هذه المسألة، ولكن تظل علامات الاستفهام إذا كانت هي قادرة للتصدي على B-2. هنالك الكثير من النقاشات حول هذه المسألة، ليس واضحا إذا ما كانت هي قادرة على هذا الموضوع، ولكن أيضا المثير بهذا الأمر بأن الأس-300 هي غير قادرة على التصدي لطائرات الشبح F-35، الرادارات الخاصة بها غير قادرة على معرفة ما إذا كانت هذه الطائرات فوق الأجواء الإيرانية أم لا، وهذا ما يفتح الباب طبعا للقوات الأمريكية إذا ما اتخذت مثل هذا القرار في تدمير هذه المنشآت، تضرب بالF-35 هذه المنظومات الدفاعية الأس-300 وغيرها من المنظومات، تفتح الباب للB-2 وللB-52 للتقدم وتدمير هذه المنشآت بهذه البساطة. وهنا تأتي أهمية الأس-400 التي نتحدث عنها، خاصة أن روسيا سبق وأن باعت هذه المنظومات الدفاعية إلى تركيا. الآن روسيا أعلنت بأنها تمتلك الأس-500، وهذا تطور كبير جدا بالنسبة إليها، وفي ظل التعاون مع إيران كما تحدثنا والتفاصيل التي تحدث عنها المستشار الأمن القومي يوم أمس جيك سوليفان عن دعم إيران بالطائرات المسيرة للروس، وكذلك التعاون الكبير منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تقارب كبير على العديد من المستويات حتى على المستوى الاقتصادي، قد يكون هذه المرة لا يوجد أي مانع من قبل الروس لتزويد إيران بالأس-400، والأس-400 تشكل تحديا لكل أنواع الطائرات التي ممكن أن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل في مواجهة المنشآت النووية، وبالتالي هم يصبحون في مأمن كبير للغاية في ظل تخصيب اليورانيوم العالي الذي يأتي في هذه المنشآت، وبالتالي يستطيعون التقدم والاقتراب
الاقتراب بشكل أكبر إلى القنبلة النووية. هذه المسألة، مسألة الاقتراب من روسيا بالنسبة لإيران مع روسيا، وكذلك المسألة النووية التي نتحدث عنها، هي أمر مقلق للغاية للعديد من الدول من الشرق الأوسط، إلى درجة أن هنالك تفاصيل نشرتها الـ NBC نيوز الأمريكية اليوم في حقيقة الأمر، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجرد وصوله في زيارته القادمة إلى الشرق الأوسط سيتعرض إلى الكثير من الضغوط في مسألة الأمور النووية والتقدم النووي الإيراني. تبحث هذه الدول عن ضمانات، وهذا جاء بتفاصيل قادمة من مسؤولين أمريكيين للـ NBC نيوز الأمريكية كما تحدثنا، وقالوا الآتي: من المتوقع أن يتعرض بايدن إلى ضغوط خلال زيارته للشرق الأوسط لشرح استراتيجية واشنطن في حال انهيار الجهود الدبلوماسية مع إيران بالكامل. وأضافوا أيضا: الولايات المتحدة بحاجة لتحديد استراتيجية متماسكة حول كيفية ردع إيران بغض النظر عما إذا كان الاتفاق النووي قد تم إنقاذه أم لا. هذه طبعا تعتبر تحدي كبير بالنسبة للرئيس الأمريكي وعلامة استفهام. فشل الاتفاق النووي أو نجح الاتفاق النووي، كيف ستمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية بتقارب هذا التقارب الكبير مع روسيا وكذلك مع الصين بعد العملية العسكرية التي انطلقت الروسية طبعا في أوكرانيا؟ كذلك هنالك تحدي كبير قادم من إيران، العديد من التصريحات من إيران متعلقة بحلف الناتو أو الناتو العربي أو الناتو الشرق أوسطي. هنالك الكثير من التسميات، التسمية المهمة هي الناتو العربي، هذه أكثر تسمية شائعة، بأن الرئيس الأمريكي بعد زيارته إلى الشرق الأوسط سنسمع شيئا عن ناتو عربي يشبه الناتو الذي طبعا تستخدمه أوروبا وتتواجد فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا وضد أي نفوذ أوروبي. هذه المسألة الآن تعرضت إلى تهديد، التهديد قادم مباشرة من إيران بتصريحات رسمية قادمة من أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وهو يد الله جافاني، أحد كبار قيادة الحرس الثوري الإيراني كما قلنا، وهو العميد ورئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، صرح بهذا الشكل بحسب الإيران انترناشنال، وقال بصريح العبارة بأن الناتو العربي سيكون هشا غير فعالا، لن يقف أمام جبهة المقاومة الإيرانية والمقدرات الإيرانية العسكرية، وبالتالي لا فائدة من هذا الأمر، ونحن سنقف ضد هذا التحالف بشكل واضح. وبالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه علامة استفهام كبيرة فيما يجري في الاتفاقية النووية والقنبلة النووية، كذلك يواجه أيضا علامة استفهام عن الناتو، هل فعلا سيتمكن من تحقيق مثل هذا التحالف ضد إيران، وكيف من الممكن أن يؤدي إلى استقرار المنطقة؟ وعلامة الاستفهام الأكبر التي تأتي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما إذا كان ما سيتمكن من إقناع المملكة العربية السعودية بمساعدته في ضخ المزيد من النفط إلى السوق من أجل أن تستقر الأسواق، وكذلك ما إذا كان قادرا على قطع العلاقة المتينة التي تبدو متينة في الفترة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وبين روسيا؟ كيف سيتمكن من هذا الأمر في ظل انعدام الثقة الحاضرة من المملكة العربية السعودية تجاه الكثير من الأمور والمواقف التي اتخذتها طبعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعدم تعاون المملكة العربية السعودية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإخفاقات مثل هذه إذا جاء ضده فهي ستعني مشكلة كبيرة للغاية، خاصة في مسألة الطاقة على الرئيس الأمريكي؟ هذا يعني بأن مشاكله الداخلية ستزداد وتزداد. تقرير مهم جدا صدر من النيويورك تايمز يوم أمس عن طبيعة ما يعاني منه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الداخل الأمريكي بسبب التضخم وزيادة الأسعار التي تأتي طبعا بسبب أمور الطاقة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مستوى العالم بأكمله، ولكن هو يعاني منها في الداخل الأمريكي. النيويورك تايمز تحدثت بأن مصادقة الشعب الأمريكي الآن في آخر استطلاع الرأي للنيويورك تايمز وصلت إلى 33% فقط، هذه نسبة تعتبر أسوأ من النسبة الموجودة على الـ 538. الـ 538 تجد بأن استطلاعات الرأي الخاصة بها 38.5%، نيويورك تايمز الآن تجد بأن 33% فقط من الشعب الأمريكي هو الذي يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالي أن يكون رئيسا في الفترة القادمة، وهم راضين عن أدائه بحسب ريل كلير بوليتكس كما تلاحظون هنا
بأن النيويورك تايمز كما تلاحظون بهذا الاتجاه فهي تمتلك نسبة 33%، هي النسبة الأدنى مقارنة بأي نسبة قادمة، 40%، 37%، 36% إذا كانت قادمة من رويترز أو يوغوف أو هاريس أو كذلك إمرسون. كل استطلاعات الرأي الأسوأ من بينها هي نيويورك تايمز، ولكن علينا ألا نقلل من استطلاعات الرأي القادمة من نيويورك تايمز، لأن نيويورك تايمز كانت لها توقعات واستطلاعات رأي دقيقة للغاية تطابقت تماما مع ما حدث في انتخابات عام 2016. نحن في زمن مختلف نعم، ولا يمكن التقليل، ولكن لا يمكن التقليل من نيويورك تايمز وما هو قادم منها، إلى درجة أن نيويورك تايمز وضعت سؤالا للشعب الأمريكي بشكل واضح: هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية متوجهة إلى الطريق الصحيح أم إلى الطريق الخاطئ؟ والواضح جدا من خلال هذه الدراسة التي وضعتها نيويورك تايمز للمواطنين في استطلاعات الرأي، صوت المواطنون بأن الولايات المتحدة الأمريكية متوجهة إلى wrong direction، إلى الاتجاه الخاطئ. ولاحظ النسبة خطيرة للغاية، اقتربت من نسبة، هي تقترب من نسبة وصلت إلى أسوأها وأسوأ حالاتها في أكثر من 10 أعوام. ولاحظ الرضا من الناس أيضا اختلف تماما مقارنة بالفترة الماضية، بمن يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية متوجهة إلى right direction، إلى الاتجاه الصحيح، بل إن كذلك هنالك انقلاب كبير جدا من الحزب الديمقراطي ومن زملائه في الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئيس الأمريكي جو بايدن. من خلال نيويورك تايمز وما ثبتته وجدت بأن 70% فقط من الديمقراطيين يريدون الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون هو المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، وهذه تعتبر خطرا كبيرا جدا من حزبه ويصوتون بهذه النسبة. يعني أن هنالك 30% من الحزب الديمقراطي لا يريدون بايدن أن يكون هو مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024. كذلك وضع سؤالا تحديدا للناخب وللمصوت الديمقراطي من المؤيدين طبعا للحزب الديمقراطي: إذا كنت تريد أن تستبدل الرئيس الأمريكي جو بايدن فلماذا أنت تريد استبداله؟ ما هي الأسباب الأساسية؟ وضعوا العديد من الأسباب، وتبين من النتائج بالنسبة للنيويورك تايمز بأنهم لا يريدونه بسبب عمره الكبير 33%، وكذلك 32% بسبب أدائه، الجوب بيرفورمانس، أدائه والأداء الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن غير مرضى بالنسبة إليهم. كل هذه الأمور هي تأتي بسبب الطاقة، مشكلة الطاقة في العالم، مشكلة ما وصلت إليه الأمور. وعلى هذا الأساس فعلا هنالك تحدي كبير جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن، والسؤال الأهم: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تراص الصفوف لتعدد القطبية بين إيران وبين روسيا ووجود الصين معهم، وقد نرى الهند مشتبكة وموجودة معهم في تحالف كبير للغاية.